فاكرين الست زينب الام المثاليه اللي تعبت وشقت وربت ثلاث بنات كفيفات، كان نفسها تطلع عمره، فاعل خير اتبرع لها بعمره. تعالوا نشوف فرحتها بعد ما رجعت من العمره. انا اتفاجئت ان انا طلعت الام المثاليه على الجمهوريه، فدي كان اسعد خبر انا سمعته. فطلعت مع الاستاذ عمرو الليثي، بقيت سعيده جدا 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 ما شاء الله. لما انا يعني وصلت للاستاذ عمرو الليثي اتصل بيا واحد من الناس وطلعت عمره، وكانت عمره سعيده وكنت مشتاقه لها وكنت فرحانه. طبعا الفرحه ما كانتش مسيه عيني، كان لان انا كنت مشتاقه لها وكنت نفسي فيها جدا جدا، بس ايدي ما كانتش طايله. فلما انا رحت طبعا رحت الحرم الاول 8 ايام، فكان اسعد ايام عمري. واتمنى من ربنا يتكرر تاني، لان اللي يروحها مره فعلا ما يسلهاش. حسيت هو فعلا ربنا نده عليا، قال لي تعالى انا معوض صبرك خير. وساعة ما دخلت عند الرسول انا كنت مذهوله، ما كنتش عارفه ادعي لحد من البكا اللي كان عندي، اللي كان في قلبي من كتر ما كنت سعيده بيها. بنشكر البرنامج جدا جدا بالاستاذ عمرو بكل فحر بفحر الغالي اللي لغايه في كل وقت بيتصل بيا يقول لي مش عاوزه اي حاجه. لا انا سعيده فعلا بالبرنامج واللي في صوره البرنامج وكل حاجه في البرنامج. كنت فرحانه قوي لما مامك حاجه كان ماما كان نفسها فيها واتحققت. ده كان حلم بجد، كان حلم صعب ان هو يتحقق بالنسبه لنا، الحمد لله انه اتحقق. انا بنشكر برنامج واحد من الناس ونشكر استاذ عمرو.